Omar Samra is a role model for the United Nations Development Programme and for many, on many counts. We share his love for the planet and the need to take care of it, its passion for the environment, the conservation of biodiversity. At the same time, he's a model in the sense that he manages to inspire youth and us to push the barriers and to make sure that we are able to reach our full potential in life, whether we are born whole or we are born with some form of disability. Omar is able to inspire that energy in us to make sure that we reach those goals that we dream to accomplish in our lives. طبعا انا بقيت سفير نوايا حسنه للامم المتحده. ده بالنسبه لي شرف كبير جدا. يمكن حاجه في لما بديت شغلي انا على المستوى الشخصي في مجال التنميه في 2007 ما كنتش عمري ممكن احلم بحاجه زي كده. بقالي فتره طويله جدا، سنين طويله شغال في مجالات مختلفه من ضمنها العنايه بالبيئه وتحفيز وتمكين الشباب على نطاق فردي. فدلوقتي نقدر اشتغل مع اليو ان في البروجكت اللي زي كده، هقدر ان احنا نوصل الشغل لمستوى اكبر ونقدر نكون فعالين اكتر كتير على الارض. بالنسبه لي الشغل مع الامم المتحده كسفير نوايا حسنه تحدي جديد بالنسبه لي. انا معظم التحديات بتاعتي في الماضي كانت يمكن مش على مستوى الارض، يعني مستوى الجبال او مستوى الفضاء او القطبين او حاجه زي كده. الصفات او المؤهلات اللي انا اكتسبتها من خلال التجارب دي ان انا اشوف ازاي انها تقدر تعود بنفع على المجتمع اللي حواليا. اعتقد ان انا قدرت ان انا اعمل ده بشكل يمكن محدود في الفتره اللي فاتت. اعتقد ان انا ممكن اعمل ده بمساعده اليو ان دي بي على نطاق اوسع كتير جدا في الشهور والسنين اللي جايه ان شاء الله.